الإجراءات الحكومية الخاصة بالسيطرة على الأسعار الرسمية للمولدات الأهلية ومنع استغلال المواطنين. وبإشراف مكتب رئيس الوزراء ومحافظة بغداد. باشرت القوات الأمنية بحملة كبيرة لإزالة المولدات غير الملتزمة بالأسعار الرسمية. مراسل العراقية الإخبارية أكد أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين في مناطق العاصمة بغداد. هذا وكانت المحافظة قد حددت سعر الامبير الذهبي باثني عشر الف دينار لشهر حزيران